مرحبا احبتي واصدقائي، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المنوع سنقول النزاهه. وافقونا بفقراتي الجميله متمنين ان تلاقي استحسانكم. عش هكذا في علو ايها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. كلمات الشاعر جميل صدقي الزهاوي تتغنى بحب الوطن وعلمه الخافق دوما. أحبائي شاركونا مراسيم رفعت العلم في إعدادية السلام للمتميزات. التعاون والبناء للارتقاء قدما نحو التميز العلمي والإبداع وفق أطر علمية وثقافية وأخلاقية لصياغة العملية التربوية ولإعداد جيل واعد لبناء عراقي حضاري متقدم. مدرسة إسماعيل واقعة عبد العلم عابة سر. كلمتي بعنوان نزاهتك من إحسانك، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إن الحياة ترد لكل إنسان عمله، فمن عمل خيراً يلقاه، ومن عمل شراً يلقاه. فالحياة مبدأ، ومن عاش على مبدأ مات عليه. فطوبى للشرفاء النزيهين الصامدين في هذه الزوبعة المخيفة. فيرجع لي من ندائي نحيب تفجع عنه الصدى، أحس بأني عبرت المدى إلى عالم من غدا. تشرفت ثانوية السلام للمتميزات الكرخ الثانية بزيارة وفد من هيئة النزاهة الاتحادية دائرة التعليم والعلاقات العامة، حيث اطلع أعضاء الوفد على الواقع التربوي داخل المدرسة، واطلع على النشاطات المختلفة للطالبات، النشاطات العلمية، الفنية، الثقافية، بالإضافة إلى التداول على كثير من الأمور التي تخص التربية والتعليم. أصدقائي، عندما تزقزق العصافير وتغرد البلابل في الحقول تبعث رسائل الحب والأمان، وعندما تبدع الطفولة تبعث رسائل تدعو إلى العفة والأمانة والتحلي بقيم النزاهة. تعالوا معنا لنشاهد هذا الأوبريت. Yeah.
أعزائي وصلنا إلى فقرة ورقة ومقص، تعال معنا لنتعرف على ماذا تتضمن هذه الفقرة الجميلة. أهلا بكم أعزائي الأطفال في فقرة ورقة ومقص. فقرتنا اليوم راح نحكي عن فن التناظري اللي هي عبارة ورقة ومقص. نبدي هاي الفقرة بأول شيء بطوي ورقة بهالشكل وعن طريق طويها سوي أشكال مجسمة. اليوم راح أسوي لكم طائر الصقر. طائر الصقر اللي هو من طيور الجارحة. نبدي بلش من منطقة الرأس. من يعرف الصقر شنو شي يتغدى؟ تغدى على الثدييات الصغيرة والزواحف، ممكن بعض الأحيان الحشرات همين، صح لولا؟ ميز الصقر بجناح قوي، جسمه انسيابي طبعا لأنه من الطيور الجارحة. تحول إلى شكل مجسم قابل للحركة. نضيف شق فقرة واحدة بس عن طريق حتى ممكن أصباغ أو قلم باستيل أو خشبي أو قلم جاف، رسم بسيط للعين زين، وخط للمنقار على ما تكون شكل واضح زين، ويتكون لنا هذا الشكل النهائي. جناح عريض. نلتقيكم فقرة ثانية إن شاء الله بشكل مجسم جديد. مع السلامة أعزائي. لدائرة التعليم والعلاقات العامة العديد من المطبوعات تهدف إلى التوعية والتثقيف، وهي موجهة لطلبتنا الأعزاء بمختلف المراحل الدراسية. تعالوا معنا لنشاهد هذا العرض التعريفي. تشرفت مدرستنا اليوم بزيارة هيئة النزاهة مشكورة، وتم الاطلاع على سير التدريس وسير الدوام وطالباتنا العزيزات، وكان لهم فد محاضرة جميلة تخص القصائد الشعرية ومسابقة القصائد الشعرية، وأبدى الطالبات استعدادهم لهيك مسابقات، لأن هذه جزء من الثقافة وجزء من التعليم اللي إحنا كنا حريصين عليه. وإن شاء الله هاي الزيارات تتكرر، وإحنا متعودين منهم كل سنة مبادرتهم وزيارة مدرستنا، وتشرفنا إحنا اليوم بحضورهم، وإن شاء الله إلى المزيد خدمة لعراقنا الحبيب. أحبائي، الآن مع فقرة جميلة نعرض لكم فيها قصة مصورة تضم سلوكيات وصفات إيجابية أو سلبية، ننصح بالابتعاد عنها. نتمنى لكم أوقات جميلة مع هذه الفقرة. يلا ماما عيني طلابنا ان شاء الله باكر
عندنا امتحان بدورة الحياة الكائنات الحية اللي هي الحيوانات اللافقرية. تمام ماما؟ وتكون تحضرون زين وتحفظون زين، وأي واحد عنده سؤال ممكن يطرحه هسه استفادة إله والأصدقاء. يلا ماما عندكم سؤال؟ كلكم تمام؟ إن شاء الله غدا تهيئوا للمادة وإن شاء الله بالتوفيق حبايبي. هلا نادية. هلا، شلونك؟ زينة. اليوم كنت مجازة، طانا اليوم امتحان، ستعذر حددت لنا شيء؟ لا ما حددت لنا. أوكي شكرا، باي باي. هم زين ما قلت لها ما اريدها تنجح، دائما يقولون عليها شاطره، وما اريد هسه اريد هسه ارسبها انا، اريد يقولون علي شاطره. السلام عليكم ماما. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جلوس. شكرا سيس. ها ماما متهيئين للامتحان؟ نعم سيس. قارين؟ نعم سيس. عندكم سؤال قبل الامتحان وضحها؟ نعم زها. نعم ست، أنا البارحة كنت مجازة وسألت زميلتي ما قلت لي عندي امتحان. لماذا؟ ليش؟ ما أدري، هي ما جاوبتني، قلت لي ما عندي امتحان. لماذا نادية؟ أنا هيك علمتكم غير نكون صادقين بأقواننا، نتعاون ويا صديقاتنا وزميلاتنا. بالعكس كون انت المفروض تقولي عندنا امتحان تنبهيها انت، مو الا هي تسال. احنا معلمتكم على انه نحفظ الامانه من ناحيه الكلام والقول والفعل ومن ناحيه الدراسه، صح؟ هذا الاسلوب والتصرف يكون صحيح برايك انت؟ صحيح ماما؟ لازم احنا شو نكون؟ نتعاون؟ بي في امانه. تمام ماما، فهذا التصرف ما اريد ينعاد بعد، نتعاون بيناتنا يعني مثل ما رب العالمين هم وصانا. ماشي ماما؟ تمام، بعد ما نكون نعيدها ونكون ننتبه على هاي الامور والمواضيع. ماشي ماما، فانتوا تتهيئون بعد مرة ثانية تعاون بيناتكم. ماشي. اصدقائي، النباتات الخضراء والازهار تعطي لمسة مميزة، وتنسيقها يعد متمما للديكور ويدعو للبهجة والسرور. تعالوا معنا ونشاهد عن أهمية زراعة زرعة الدفلة. مرحبا، وياكم المهندسة الزراعية دانيا من مشتل العائم. اليوم راح نحكي عن شجيرة الدفلة. هي شجيرة مزهرة وتتحمل الظروف المناخية الصعبة، يصل ارتفاعها من 2 إلى 4 متر. وهاي الشجرة تكون متعددة الألوان أزهارها، منها الأحمر والأصفر والبرتقالي والوردي. علما أنه هذه الشجرة تتحمل الظروف المناخية الصعبة، تتحمل قلة المياه ودرجات الحرارة المختلفة والتقلبات الجوية، لذلك تزرع بالجزرات الوسطية والأماكن يعني الساحات المفتوحة. وتعتبر هاي الشجرة شجرة سامة، والأجزاء السامة بينها هي الساق والجذور الأكثر سمية. تتكاثر شجيرة الدفلة بالعقل، وتتكاثر أيضا بالبذور والتقسيم والترقيد الهوائي. وأيضا العناية بها في بداية زراعتها، يجب الري منتظم والتسميد حتى تنشأ النبات يتحمل هاي الظروف القاسية وقلة المياه والعطش. وتعتبر شجرة الدفلة نبات سام، لذلك يجب تحذير الأطفال منها وعدم الاقتراب منها. يجب تحذير الأطفال منها باعتبارها شجيرة سامة، لذلك يجب أصدقائي عدم الاقتراب منها. وفي الختام نلتقيكم مرة أخرى مع نبات آخر. أحبتي، تتعدى صفة الأمانة واجب أداء الحقوق والحفاظ عليها كونها التزام حثت عليه الأديان السماوية وأمر الله تعالى رسله للدعوة له، ويغدو من انتزعت منه هذه الصفة ذميما منبوذا في المجتمع. نحن وإياكم نحرص على التحلي بهذه الصفة الحميدة. إلى هنا أحبتي انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم سنابل النزاهة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة ومواضيع شيقة أخرى. إلى اللقاء.